الموسم الثالث عبقرية الجامعات، مباراة مهمة جدا في دور الثمانية، وهفكركم بالنتيجة. جامعة طنطا 115، جامعة أسيوط 80. ودلوقتي مع آخر فقرة واللي هتحدد مين اللي هيوصل للمربع الذهبي، فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ، سؤالين لكل جامعة. وأول سؤال نجوى راضي، اتفضلي يا نجوى. هنشوف نجوى راضي. والسؤال الأول لجامعة طنطا، وموضوع السؤال إيه؟ لفة كاملة يا نجوى. سويتش، جامعة أسيوط، هتختاروا موضوع السؤال، تحبوا يتسألوا في إيه؟ رياضة. رياضة، سؤال في الرياضة، معناها إيمان وإيمان بره. خرجوا بره. تمام. سؤال في الرياضة بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ عشرين نقطة. رياضة، والسؤال هو ما هو النادي العربي الوحيد الحاصل على دوري أبطال أسيا في كرة القدم لمرتين متتاليتين حتى عام 2020؟ لمرتين متتاليتين حتى عام 2020. أسامة، العربي الكويتي. العربي الكويتي، إجابة خاطئة. عبد الرحمن البدري، نادي الاتحاد السعودي 2004 2005 2004، خدها من سيون جنام الكوري، غلب 3-1 في جدة. إجابة صحيحة. خمسة. أيوة، برافو عليك يا عبد الرحمن. برافو عليك يا عبد الرحمن. 20 نقطة لجامعة أسيوط. فعلا اتحاد جدة السعودي، النتيجة اتغيرت، 100 جامعة أسيوط، 115 جامعة طنطا. نوران، تفضلي يا نوران. نوران، والسؤال التاني، وهنشوف موضوع السؤال ايه. لفة كاملة يا نوران. جوكر نوران، تحب يتسألوا في ايه؟ في الفنون. فنون، سؤال في الفنون بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ عشرين نقطة. عنده 15 ثانية، ما تستعجلوش. فنون، والسؤال هو فنان راحل قام بدور المعلم هدهد في فيلم أرض الخوف، فمن هو؟ إخراج وتأليف داود عبد السيد. 5 ثواني. في الثانية الأخيرة أمنية جابتك. عبد الله غيث. عبد الله غيث، إجابة خاطئة. أحمد زكي. أحمد زكي، بطل الفيلم، ولكن إجابة خاطئة. أسيوط إدتكم نص الإجابة. حمدي غيث. بالظبط كده، مش عبد الله غيث. حلوين. حمدي غيث. هارد لوك لجامعة أسيوط. سؤال الثالث أحمد جمال، تفضل يا أحمد. سؤال الثالث لأحمد جمال، وهنشوف موضوع السؤال إيه. علم، سؤال في العلم، يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ تلاتين نقطة. دوس على البازر. سؤال بتلاتين نقطة لجامعة طنطا، لو الإجابة صح ألف مبروك، اتأهلتوا للمربع الذهبي. لو الإجابة غلط، لسه في فرصة عند جامعة أسيوط. هنشوف. علم، والسؤال هو علوم، ما هي الصيغة الكيميائية لمركب النفثالين؟ النفثالين، النفثالين. إسلام، إجابتك C10H12. إسلام، إجابة خاطئة. في إجابة ولا فيش إجابة؟ اخد اجابه حالا. اجابتك؟ والله انا عارف انها غلط، بس بنقول اي حاجه يعني. نيتش 3 مثلا، حاجه هو كبير، حاجه كبيره خالص. عبد الرحمن، اجابه خاطئه. خطا. طيب اسلام،
C10H8. هارد لك يا إسلام، هارد لك فعلا. السؤال الأخير واللي هيحدد مين اللي هيوصل للمربع الذهبي. لميا ممدوح اتفضلي. لميا ممدوح، والسؤال الأخير، مباراة هتتحسم على آخر سؤال. فنون، سؤال في الفنون. يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ مش هتفرق يعني. تمام. آخر سؤال في الحلقة، وهو اللي هيحسم مين اللي هيتأهل المربع الذهبي. زي ما إبراهيم قال في أول جملة، نحيي كلنا إبراهيم، أنا متوقع المباراة دي تخلص مع آخر سؤال. لو الإجابة صح، ألف مبروك لجامعة أسيوط، اتأهلتوا المربع الذهبي في مفاجأة من العيار التقيل. الحقيقة لو الإجابة غلط، جامعة طنطا من غير ما تجاوبوا اتأهلتوا للمربع الذهبي. فنون، والسؤال هو: من هو الفنان الذي قام بغناء تتر البداية لمسلسل سيدنا السيد؟ مسلسل بطولة جمال سليمان، أحمد الفيشاوي، حورية فرغلي. دوسي. أمنية، إجابتك. وائل جسار. وائل جسار يا أمنية، إجابة خاطئة. انتهت المباراة مع آخر سؤال فعلا يا إبراهيم. هارد لك لجامعة أسيوط، جامعة طنطا. في إجابة إيمان أشرف، إجابتك محمد الحلو. محمد الحلو ب 30 نقطة، إجابة صحيحة. محمد الحلو الإجابة صحيحة، برافو عليك يا إيمان، 30 نقطة. وفعلا فعلا جامعة طنطا تستحق الوصول للمربع الذهبي. لعبتوا مباراة قوية، اتصعبت عليكم في الآخر. جامعة أسيوط كانت ممكن تخطف الماتش، ولكن فرق على آخر سؤال. كلنا نحيي جامعة أسيوط. تسنيم، تسنيم، انت بتلعبي بطل الموسم الثاني، لعبتوا مباراة قوية جدا، كان ممكن تكسبوا فرق سؤال، هي دي الحقيقة. فأنا مش عايز أي حد من جامعة أسيوط مش بس يبقى زعلان، يبقى فخور بالأداء المشرف في ماتش النهاردة. انتوا بتلعبوا فريق بطل موسم كامل، فانتوا عملتوا اللي عليكم، وهارد لك فعلا لجامعة أسيوط. وأتمنى ان انتوا ترجعوا تاني أقوى في الموسم الرابع علشان تحاولوا تاخدوا كاس العباقرة. كلنا نحيي جامعة أسيوط. إسلام النووي أفضل لاعب في ماتش النهاردة بستين نقطة، برافو عليك يا إسلام. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصل عليها طلابنا في حلقة النهاردة 245 نقطة، وكل نقطة ب 10,000 جنيه، بما يساوي 2,450,000 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 15,340,000 جنيه من البنك الأهلي لتطوير الكرة المصرية. جامعة طنطا تستحق الوصول المربع الذهبي، وألف مبروك وصلكم المربع الذهبي. نحيي كلنا جامعة طنطا. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة.